السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناة ديالكم ناصر ايس فلوكس. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. شكرا لكم بزاف حيت رجعتوا للقناة باش تشوفوا شكون الفائز ديال الكاست. لذلك اليوم ان شاء الله بحول الله عوجت انا كاع باقي مخلوع بداك الكاست. ان شاء الله بحول الله اليوم الاخوان ما بغيتش نطول الفيديو بزاف. اليوم ان شاء الله بحول الله عندي واحد لي سبينر يلاه وصلوني. كنت نفطر وهو يدق عليا واحد الباب، وصلوني واحد لي سبينر غريب في النوع. الصراحه المهم غادي نشوفوا هاد لي سبينر وغنشوفوا الفائز اللي غيربح بالكاسك اليوم. ابقوا معايا يا خوتي. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نشوفوا اول سبينر عادي. المهم هاد لي سبينر راه شريتهم شحال هادي من يلاه طلعوا هاد الدائره ديال السبينر. غير هو شريتهم من واحد الموقع صيني، عرفتي باش يوصلوني هنا لامريكا، وقيلا شي شهر و15 يوم عاد وصلوني اليوم. حتى نسيتهم انا كاع، قلت كاع صافي وقيلا راه تلفوا ولا شي حاجه. واليوم دق عليا واحد الاخ دق عليا الباب قال لي وصلاتك واحد الباكج. قلت له عطيني ديك الباكج نشوف فيها. لقيت هاد لي سبينر اللي شريتهم شحال هذا. لذلك الاخوان غادي نشوفوا شنو شريت. غادي نشوفوا هذا اول سبينر شريته. هذا الثمن ديالو داير وقيله شي 3 دولار الى بقيت عاقل عليه. هذه دابا شي مده ديال شهر ونص دابا باش شريته. 3 دولار كما تشوفوا. غنجبدوا السبينر هذا كما تشوفوا، خفيف بزاف و تيصبر. الى دورتي بحال هكا غادي تقدر يجلس حتى 3 دقائق وهو تيدور بحال هكا كما تشوفوا. المهم الاخوان اللي تعجبهم لي سبينر ها واحد الجسم ها واحد بحال هذا. الناس اللي تعجبهم لي سبينر نقدر ندير هذا، نقدر ندير له جيف اواي. غير هو عندي واحد الطلب الاخوان، الى وصلت هذا الفيديو الى وصلت 5000 لايك ان شاء الله بحول الله غندير جيف اواي كاع لهاد لي سبينر اللي وصلوني اليوم. لذلك هذا تحدي، الى وصلتوها 5000 لايك ان شاء الله بحول الله غندير عاوتاني جيف اواي، ومن غير هذا الجيف اواي هذا اللي غنديرو اليوم. لذلك هذا اول قناة مغربية ولا عربية كيدير جيف اواي في كل فيديو. لذلك هذا اول سبينر للاخوان. حتى الناس اللي باغيين يشريو هذا السبينر هذا غادي تلقاو الروابط، حيت كاين واحد الاخ سولني المرة اللي فاتت قال لي ناصر بقى دير لينا الروابط ديال الا شريتي شي حاجة دير لينا الرابط. لذلك غادي تلقاو الرابط ديال هذا السبينر الاول. والسبينر الثاني اللي هو غريب جدا ديال دراغون بول ولا ما عرف شنو هذا الشيء ولا جرين دايزر. شوفوا على سبينر كي داير، شوفوا على سبينر كي داير وثقيل بزاف كما تشوف الدوره ديالو ثقيله. المهم ما عرف كي داير هذا السبينر هذا كما تشوفوا. غنخبي هذا باش يبان لكم سبينر مزيان. هذا شريته شهر ونص هادي عاد وصلني، حيت ثقيل واقيلا جاهم ثقيل على هكايا ما صيفطوش طريق. هذا السبينر الثاني الاخوان. السبينر الثالث اللي هو هذا كما تشوفوه في العلبه غادي نجبدوه كما تشوفوه كحل. هذا السبينر هذا ندوروه هو والعلبه ديالو. اخوان هذا السبينر غريب جدا. انا كنت شريته من وصلني بقيت غير دورته بحال هكايا كما تشوفوا، دورته بحال هكايا قلت صافي سبينر عادي، ولكن من دورت واحد شويه بدا تيشعل فيه الضو كما تشوفوا الاخوان. المهم ما عرفت كيفاش كيطفى، انا ما فهمتش. انا صحابني سبينر عادي، نهار شريت هذا صحابني سبينر عادي، ولكن من جيت لهنايا دورته مزيان بحال هكايا بدا تيشعل الضو. هذا السبينر الثالث الاخوان، حتى هو نديرو له جيف اواي ان شاء الله بحول الله. والسبينر الرابع اللي عجبني بزاف، احسن سبينر انا شت. هاد السبينر شريته باش نشارك معكم هذيك، قلت زعما نشريه باش نوريكم هاد السبينر. هذا سبينر تتكتب فيه الميساجات. على سبيل المثال عندك دابا تتكتب فيه اي حاجه بغيتي. كان انتما تشوفوا بعدا كي داير السبينر هكا تيجي السبينر كما تشوفوا الاخوان. هكا تيجي السبينر فيه بزاف ديال التواشه، هذه كارطونه خاويه. تيجي علاقه فيه كما تشوفوا، وجوج ديال لي كابلي باش تكونيكطيه مع التليفون ديالك الا بغيتي. وكاين واحد اللعيبه بحال هادي الا عندك شي تليفون من غايب ماشي سامسونج ولا شي حاجه، يمكن لك تربطو مع هاد السبين. كما تشوفوا الاخوان دور السبينه، شوف الالوان ديالها. هذه كتابه كاينه ثانك يو، كاينه اي لاف يو، كاينه بزاف ديال الحوايج. شنو تدير في هاد السبينر هذا؟ اول حاجه تدير هو تتكونيكطيه كما تشوفوا هاد الزر هذا كما تشوفوا الاخوان. هاد السورس هادي كتكونيكطيه بحال هكايا وكتكونيكطيه مع الهاتف ديالك. المهم نجيبو كما تشوفوا الاخوان، هذا هو الهاتف. كتكونيكطيه مع
الهاتف ديالك النقال، ما بغيتش نطول هذا الفيديو بزاف. كما تشوفوا تيتكونيكتا، كتدخل تلقى واحد البلاصه تيعطيها لك هذا في التليفون ديالك، تيطلع تيقول لك شنو بغيتي تكتب في هذا السبينر هذا. على سبيل المثال كاين اي حاجه بغيتي تكتبها، ومن بعد من كدور هذا السبينر هذا تتولي مكتوبه ديك الحاجه، تتولي تدور بلات من غير هذه الزرقاء هذه. كما تشوفوا مازال غتجي واحد الحاجه كاينه ثانك يو، كاينه لاف يو، تكتب اي حاجه بغيتي. كما تشوف اي حاجه بغيتيها تتلقى، اي حاجه كتبتيها تتبان لك هنا في السبينر. تقدر تكتب سميتك، تقدر تكتب السميه ديال القناه ديالك اللي هي على سبيل المثال ناصر عايز بلوكس، تقدر تكتبها هنايا وتولي تتبان، تولي هي تبدلات. كما تشوفوا تيمشي هذا الزرق هذا تيتولي ديك الكتابه اللي اختاريتي نتايا. خوتي خواتي هذا الشيء اللي كاين، بغيت نوريكم غير هذا السبينر. اليوم ان شاء الله بحول الله دابا غنديروا الكاس، نديروا السحب للكاسك، وان شاء الله بحول الله نتمنى لكم التوفيق. خوتي خواتاتي هذا هو السيت اللي كيختار الفائز من لي كومونتير ديال اليوتيوب، لذلك غنكولي فيها الاخوان كما تشوفوا، غنكولي فيه داك الفيديو اللي قلت لكم حطوا الاسماء ديالكم باش نصيفط لكم الكاسك. هو الكاسك الاخوان كما تشوفوا، هذا هو الكاسك اللي غادي نصيفط للفائز. كاينه 70 ديسلايك، كاينه 3200 لايك، 14000 فيوز، كومنتس 6000. نتسناو اليونيكس، يونيك نتسناو هاد اليونيك هادي حتى تصفي لي كومونتير وغادي نرجعو، حيت غتاخد شويه ديال الوقت الاخوان. كما تشوفوا الاخوان ها هو سهلة. المهم هاد السير باش نشرح لكم شنو في هاد القضيه هادي. دابا هادي 6672 صفاها حتى ولات 2841، حيت كاين الاخوان اللي تيكتبوا شخص واحد كيكتب 10 ديال لي كومونتير. هاد السيت كي ياخذ غير لي كومونتير واحد من كل شخص، لذلك كاينين 2841 واحد اللي غي منخرط في هذه المسابقه. لذلك الاخوان غادي نكليكي على هذا بيك راندوم كومنت، غيطلع الاسم ديال الفائز هنايا. بسم الله، الله يسهل عليكم كاملين، مبروك الحلم والاحلام القادمه. لو اربح معنا هاد هاكر الجيريا، هاكر الجيريا ان شاء الله بحول الله غنتواصل معاه، نشوف حيت ما خلاش الرقم ديال الهاتف ديالو، غادي نتواصل معاه في القناه ديالو وغادي نشوف نصيفط له رساله في الميساجات في القناه ديالو ديال اليوتيوب، حيت ما خلاش للاسف ما خلاش النمره ديال التليفون. ولكن ماشي هذا الشيء ما غاديش يمنعني بالله ما نصيفطش له كاسك، واخا الاخ من الجزائر غنحاول نشوف نتواصل معاه باش يصيفط لي العنوان ديالو، حيت انا ما نعرفش العنوان حيت ما خلى حتى شي حاجه. مبروك الحلم والاحلام القادمه، شكرا لك بزاف اخويا الهاكر الجيريا، ان شاء الله بحول الله توصل بالمنتوج ديالك، وان شاء الله بحول الله نتواصلوا في الواتساب وغادي تعطيني العنوان ديال المنزل ديالك، وهذا الشيء اللي نقدر نقول لكم. والله يسهل عليكم كاملين الاخوه. خواتاتي هنيئا لك الاخ اللي خدا الكاسك، ان شاء الله بحول الله غنتواصل معك الاخ. بيس لكم الاخوان، بالسلامه عليكم، غنمشي نخرج راه كاينين شي وحدين هنايا تيتسناو.